مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. اليوم موضوع مهم، موضوع اضطراب التوحد الاوتيزم. بالنسبة للتوحد فهو يصنف ضمن الاضطرابات النمائية، يصيب الأطفال دون الثالثة من العمر. يصيب الأولاد أكثر من البنات، نصيبوا 4-1، يعني 4 أولاد باش جينا ينفي. حصتكم الأسبوعية ولدنا تحت جناحنا الموجهة لكم يا أولياء تجيكم هذا الأسبوع بمناسبة اليوم العالمي لاضطراب التوحد بموضوع مهم هو التوحد الأوتيزم. أنا بفضل أنس اللي هو طفل توحدي ما تفوتنا حتى حلقة، يعني لما تفوتنا في التلفاز يستدركوها في اليوتيوب. التوحدي يمكن أن يدمج في الوسط العادي، كل حسب قدراته. يعني حالات المصابين بالتوحد تحسنوا وتطوروا وقراوا. أنا قلت له كان نبدأها من قبل بلك تسلك لي التشخيص المبكر وتهلاو في ولادكم، وإذا كان عندهم بعد شر اضطراب التوحد ولا لازم ترافقوهم ولازم تروحوا للأخصائيين وتنخرطوا في الجمعيات. إذن إن شاء الله تكون إرادة سياسية وإرادة إدارية باش يكونوا هاد الأقسام المتخصصة اللي راهم بدأوا على بالنا باللي راهم يفكروا فيهم. إحنا نطلبوا منهم شوية الاستعجال لأنهم حالات مستعجلة، الأطفالنا لازم يقراوا، لازم يدمجون في هاد الوسط الدراسي. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا عبر صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح، نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، في العب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.